وصلاة المغرب والعشاء وصلاة المغرب والعشاء تكون بمزدلفة جمعا، ويصلي في ذلك الوتر وقيام الليل. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الليل ولا صلى الوتر، وعدم ثبوت ذلك لا يدل على العدم. وبعضهم يقول إنه لا يشرع قيام الليل في مزدلفة، قال وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه هذا العمل. نقول إن عدم الثبوت لا يدل على العدم، ثم إن النقل فضول، النقل فضول. لماذا؟ لأن مثل هذا العمل ليس من أعمال الحج حتى ينقل، قيام الليل صلاة الوتر ليس من أعمال الحج. ولهذا ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استغفر وذكر أذكاره أدبار الصلوات في وقوفه في صلاته في عرفة، وكذلك أيضا في صلاته بمزدلفة. وما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام حاله في وضوئه. فنقول في مثل هذه القضايا هذا أمر معتاد يفعله الإنسان، يفعله الإنسان، فنقله من الأمور المفضولة، لأن النقل الصحابة وهم يدركون حال النبي ما كان عليه على سبيل الدوام وما كان غريبا من حاله مما يفعله في هذا الموضع، في هذا الموضع. ولهذا الاستدلال على عدم مشروعية قيام الليل بمزدلفة نقول فيها نظر. ومما يعضد ذلك ما جاء في البخاري من حديث عبد الله مولى أسماء أنه كان معها فقامت تصلي صلاة الليل فتصلي ركعتين ثم تلتفت إليه فتقول أغاب القمر، فيقول لها لا، ثم تقوم وتصلي ثم تسلم وتسأله وتقول أغاب القمر، ثم يقول لا ثم تسأله، ثم لما قال غاب القمر دفعت. وهذا يدل على أنها كانت تقوم الليل. ولو كان ليس من عمل النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع لكان أولى بالاقتداء بذلك الصحابة عليهم رضوان الله. ولهذا نقول إن قيام الليل على سبيل الدوام هو على فضله وعلى منزلته في الحج وفي غيره، ولا يترك إلا بدليل بين. ولكن لو نقل في مثل هذا الموضع وقيل إن النبي لم يقم لقلنا أننا بحاجة إلى النفي، لسنا بحاجة إلى الإثبات، لأن الأصل في ذلك أنه لا ينفى لبقاء أصله.